أحبائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم، أحييكم في هذا اللقاء الجديد في ساق الـ Applications of Mechanical Systems and Components، واللقاء السابع أو المحاضرة السابعة Lecture Number 7 في هذا المساق، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2020، ونكمل الجزء الثالث والأخير من الوحدة الرابعة. الوحدة الرابعة اللي هي Steam Boilers. كنا خلصنا في أو غطينا في اللقاءين السابقين الووتر تيوب بويلر والسكوتش الفاير تيوب بويلر ومكوناتهم وآلية عملهم وكل جزء من أجزاء إيش وظيفته. بعدين حكينا في الديزاين فيتشرز تبعت كل موديل وقارنا بينهم بشكل عام. اليوم راح نحكي عن الجزء الأخير من لقائنا اليوم، راح يكون من الجزء الأخير من هذه الوحدة اللي الثالث طبعا، اللي هو المودرن باكيج بويلر. إيش معنات كلمة باكيج؟ باكيج معناها حزمة أو مجموعة مع بعض أو إشي مغلف جايك باكيت. يعني باكيج إحنا حكينا إنه البويلر عبارة عن جسم هيكل بغض النظر عن موديله، جسم بعدين في بيرنر، بعدين في نظام وقود لضخ الوقود لهذا البيرنر، بعدين في عنا نظام للتحكم، في عنا لوحة التحكم، في عنا مضخة التغذية، في عنا مضخة الهواء اللي بتدفع الهواء داخل الفيرنس إلى آخره. الباكيج بيجوا كلهم هدول مع بعض وحدة واحدة متكاملة بسموها حزمة. الحزمة هذه بتشتريها من المصنع، ما عليك إلا تشبك فيها خط السولر أو الديزل، وطبعا خط المية اللي هو مياه التغذية، والدرين والإكزوست، وتشغل طبعا الكهرباء. فبيجي كامل متكامل بجميع مكوناته. خلينا نشوف إيش بيحكي عليه. This style of boiler اللي هو طبعا الباكيجد بويلر may be fitted in any plant، في أي وحدة سواء كانت مصنع أو وحدة طاقة أو وحدة أو مستشفى أو أوتيل وزارة، أي مكان. Any plant as a complete unit بيجي متكاملة. With its own fuel and water delivery systems، نظام الوقود ونظام التغذية والكنترول والسيفتي كله موجود عليه ومتكامل. Mounted directly on the unit، كل الاكسسوارات هذه مثبتة على جسم الغلاية أو البويلر. Alarms and shutdowns may be given at the local control panel، طبعا برضو في عندي نظام alarm اللي هو الانذار، والshutdown اللي هو إيقاف عمل الغلاية في حال وجود أي خطر، زي مثلا انخفاض مستوى المية على سبيل المثال إلى حد خطر، طبعا هذا ممكن يؤدي إلى تدمير الغلاية، فعلى طول بيعطي إنذار وبطفي حماية لنفسه. طبعا maybe interface، طبعا الانترفيسنج ممكن النظام تبع الغلاية إن نعمله انترفيسنج مع ريموت كنترول في المصنع أو في وحدة الطاقة أو في الأوتيل، بحيث إنه يعطي إنذار في حال وجود أي خلل. The design is similar to Scotch boiler، في تشابه كبير بين الباكيج وبين السكوتش. ايش السكوتش بويلر؟ اللي هو الاسكتلندي اللي هو الفاير تيوب اللي شرحناه امبارح. ولكن ما فيش هنا، بكون هنا التصميم لا يحتاج الى ستينج اللي هي تقويه، لانه السكوتش بويلر عاده بيعطي ضغوط عاليه اعلى من الباكيج بويلر، فيحتاج الى تدعيم وحجم اكبر الى اخره. سنجل فيرنس 3 باس ديزاين از شون ان فيجر كذا. السنجل فيرنس يعني ايش؟ سنجل يعني وحيد، واحد سنجل لحاله. فيرنس اللي هو الفرن او غرفه الاحتراق. 3 باس، نطلع على هذا عباره عن باكيج بويلر، بيجي البويلر مع كل الفيتنجز اللي شايفها فوق، هذه راح نحكي عليها لاحقا اليوم، اللي هي للتحكم وللسلامه. وبعدين بيجي مع البيرنر تبعه، وبيجي مضخة هيو خط المياه والدرين وكل شيء بيجي كامل. الفيرنس الغازات اللي بتحترق داخل الفيرنس وبتمشي بهذا الاتجاه وين؟ على الكومبشن تشامبر. الكومبشن تشامبر هنا مقسومة لنصين، لاحظ
جزء منها الغازات بتنطلق بالشكل معاكس. الآن اجت من الفيرنس هاي السنجل باس، لقيتها رجعت رجوع لعند هنا في عندي اللي هو الغرفة أخرى، الغرفة تجميع الإكزوست بسموها السكند باس اللي هو هاي الباس الثاني. بعدين بترجع هاي الأصفر، إذا الأحمر اللي هو السكند باس، الأصفر اللي هو الثيرد باس اللي هو المسار الثالث، ومنه إلى وين؟ إلى المدخنة. إذا هذا 1-2-3 باس سينجل فيرنس باكيج بويلر زي ما بيحكي هو. The first pass is through the partly corrugated furnace اللي هو الفرن اللي شفناه and into the cylindrical water back combustion chamber. هاي الwater back لانه هني في ظاهرها مية، combustion chamber اذن الغازات من الفرنس على combustion chamber. بعدين back over the furnace through a small bore يعني اقطار صغيرة smoke tubes انابيب الغاز and then the flow divides يعني هاي رجع في الأنابيب هاي وصل لهنا بعدين it will divided at the front central smoke box. وين الفرونت؟ هايو الأمام هنا الغازات وصلت للفرونت smoke box ومنه بترجع وين؟ عوين على الإكزوست اللي هو الباس الثالث. The third pass is through outer smoke tubes to the gas exit اللي هو المخرج at the back of the boiler المخرج للإكزوست هيو في خلفية الغلاية. أظن واضحة. في عندي هذا cut away يعني رسم توضيحي بتتأملوا في براحتكم، واضح وبسيط ومعبر. الآن في عندي شكل آخر برضو مشابه، عبارة عن فيرنس، هاي الفيرنس البيرنر النار مشتعلة داخل الفيرنس. بعدين في عندي هنا الشكل هذا اللي هو هيمسفير النصف الكروي هو عبارة عن combustion chamber يعني الغازات مشيت من هنا خشت في الكومبشن من الفيرنس على الكومبشن chamber. وبعدين هاي الباس هذا الباس الأول، الباس الثاني اللي هو لونه زهري رجع برجوع من خلال مجموعة الأنابيب هان على وين؟ على السموك بوكس، ومن السموك اللي هو البرتقالي تحولت الآن الباس الثالث ومنه طلعت على وين؟ هايو هنا اللي هو اللون البرتقالي. كل الأنابيب البرتقالية هذه طبعا الأنابيب مختلفة يعني مش كلها مجمعة فوق، منتشرة ده حوالين الفيرنس وبتنطلق إلى الأتموسفير. هنا في عندي إشي اسمه ويند بوكس يعني بس مفيد أن نحكي الويند بوكس اللي هو هواء أخضر، هذا هواء يحترق، هواء نظيف يعني بخش مع الفيرنس من خلال البيرنر ويحترق داخل الفيرنس. بنمرره هنا في الويند بوكس عشان يسخن جزئيا، بيصير تبادل طبعا بدون اختلاط يعني جوا البرتقالي هذه غازات عادمة والأخضر هذا هواء بارد ما يختلطوش، ولكن بيصير تبادل حراري من خلال جدار الويند بوكس، بنسخن الهواء وبذلك يتم تحسين الكفاءة لأنه هذا جزء منه الإكزوس هذا رايح في الأتموسفير مفقود. الآن الأوبريشن تبع هذا النوع من اللي هو الباكيج بويلر أوبريشن، although the maintenance of the water level is not so critical، مستوى المية وينه هنا؟ هنا مستوى المية هيو، هاي الأزرق هذا اللي هو مية والأصفر هذا بخار. طب هنا هيو وين مستوى المية؟ هيو لازم تكون كل الأنابيب مغطية، هاي مستوى المية، الجزء العلوي هذا بخار والجزء السفلي كله هذا مغطى مية. مستوى المية مهم جدا لأنه لاحظ إنه لو المية عليت يعني نسينا مضخة التغذية شغالة، المضخة عليت هتلاقي المية رح تطلع مع البخار وهذا خطر وسيء على الخدمات. طب لو نسينا نشغل المضخة أو ما اشتغلتش أوتوماتيكيا مستوى المية رح ينزل 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 لعند ما يكشف جزء من الويند بوكس أو السموك اللي هو خلينا نسميها الكومبشن تشامبر اللي هي ساخنة جدا. فيها هي شايفها السهم الأحمر هذه غازات عادمة ساخنة جدا يعني كل الجدار هذا لازم يكون كل لازم يكون مغطى مية وإلا بيحترق. إذا انكشفت الأنابيب أو جزء من السموك بوكس هذا رح يصير إنه الأنابيب لا غير مبردة، من جوا غازات ساخنة جدا ومن برا فيش مية، فسيتم تحترق هذه الأنابيب تتشوى وقد يحدث ثقوب فيها. طيب إذا صار ثقب إيش رح يصير؟ هنا في عندي أنا إيش
ضغط غازات اللي هي البخار مضغوط. وهنا في عندي غازات، الغازات الاكزوست هذه طبعا درجة حرارتها عالية ولكن ضغطها مش عالي، فجزء من البخار راح إذا صار مثلا ثقب هنا راح يتدفق داخل الغازات العادمة وبيمشي من خلال الفاير تيوبس وراح يخش يعبي الفيرنس مية وبخار وينطلق البخار. يعني لو أنت واقف هنا كأوبريتور راح تلاقي مية وبخار، طبعا ميه بتغلي ميه ساخنه وبخار راح ينطلقوا من حوالين البرنر، وهذا دليل انه في عندك جزء من الانابيب هذه صار في ثقب او جزء من الكومبشن تشامبرز صار في انهيار. الان اذا مستوى الميه كريتيكال، كريتيكال يعني حرج مهم جدا as with water tube design. طبعا الووتر تيوب حكينا انه اخطر، مستوى المية اخطر لانه هناك ضغوط عالية وحرارات عالية وكمية المية بتكون اللي هو مستوى المية موجودة او مستوى المية موجود مش في التانك، موجود وين؟ في الفاير، في الستيم درم، والستيم درم مهما كان قطرها بكون صغير وكمية المية فيها قليلة، اذا هناك حرج اكثر حرجا. ولكن هنا برضو مهم it should not be allowed to fall too much، اللي هو ايش؟ مستوى المية ممنوع بأي حال من الأحوال انه ينزل عن مستوى معين. ليش؟ overheating of furnace and combustion spaces leads to catastrophic failure. اذا صار overheating يعني الانابيب جواتها غازات ساخنة زي ما حكينا وبرا ما فيش مية لانه مستوى المية نزل عنها او انكشفت، راح يصير catastrophic failure، انهيارات كارثية due to component collapse، ستنهار المكونات والقطع، الحمات ممكن تفك، الحديد ممكن ينهار وينصهر ويصير في تشوهات. The content of boiler، محتويات البويلر هو البخار والمية الساخنة، will be expelled via the furnace door. هيها furnace door راح تنطلق من خلال الفيرنس دور إلى برا علينا هنا إحنا الأوبريتورز على المشغلين، وهذا خطر الكلام. similarly although water treatment is not so critical، برضو معالجة المية مش حرجة جدا، يعني جودة المية احنا حكينا من ميزات هذا النوع من البويلرز انه جودة المية مش حساسة جدا زي النوع الاول اللي هو الووتر تيوب. scale must not be allowed to build up. ايش يعني كلمة scale؟ scale اللي هي الترسبات الملحية، قشور ملحية وين تتكون؟ على الانابيب. خلينا نشوف مثال. هاي عندي انبوبة، هذا الانبوب العلوي، الان المية لو فيها ملح راح يترسب الملح على الجدر الخارجي، على الجدار الخارجي للانبوب، صح؟ احنا الانبوب هذا جواته غازات ساخنه، بيصير تبادل حراري بين جدار الانبوب والميه. طيب اذا كان في كميات من الملح او السكيل او الجير مترسبه، هذه طبعا مواد عازله، المواد العازله بتقلل من التبادل الحراري، راح يصير في عندي هنا حراره عاليه وهنا فيش تبادل حراري، اذا ممكن يصير في اوفر هيتنج. ايش يعني اوفر هيتنج؟ زياده شديده بالحراره قد تؤدي الى انهيار الانابيب. هذا المقصود في انه must scale must not be allowed. هذا سؤال امتحان، السكيل او الاملاح الترسبات الملحيه غير مسموح بالمطلق انها تتكون على جدار الانابيب او الكومبشن تشامبر او الفيرنس، وهنا عرفنا ليش، لكي نتفادى حصول شيء اسمه اوفر هيتنجز. اوفر هيتنج اللي هو زياده فاحشه في الحراره قد تؤدي الى انهيارات في الـ في الـ في, الـ في الانابيب او في الكومبشن تشامبر او بالفيرنس. ساتوقف الان عشان نعطي فرصه لسهوله التحميل وسهوله الداونلود، وسنعود بعد دقائق ان شاء الله. لا تذهبوا بعيدا.